في الجهة اليمنى. كرة تتحول. لكن فيها صافرة وخطأ. حكم اللقاء يشر البطاقة الصفراء. يشر البطاقة الصفراء. في هذه الأثناء لنهيان البديل في شوط المباراة الثاني. للتو نازل فقط وتلقى بطاقة صفراء. بطاقة صفراء مزعج على زميله على اعتبار أنه توجه إلى اللاعب النيبالي واللاعب عزيز الحق. وزميله زعلان عليه، ليش تروح للاعب وأيضا أنذرك حكم اللقاء؟ اللقطة الماضية أيضا من هذا اللاعب. وبطاقة حمراء، بطاقة حمراء ثانية لمصلحة منتخب بنغلاديش وأيضا المنتخب النيبالي. بطاقتين حمراء في نفس الوقت. حكم اللقاء كان قريب وغريبة من اللاعبين الاثنين، كل واحد تلفظ على الآخر ربما لألفاظ وانزعج من خلاله حكم اللقاء. وبطاقة حمراء مباشرة هذا اللاعب للتو نازل إلى أرضية الملعب. إيش عملت يا كابتن؟ للتو فقط نازل أرضية الملعب ومن خلال دقيقة واحدة فقط تحصل على بطاقة صفراء ومن ثم بطاقة حمراء. أيضا عزيز الحق يغادر بالبطاقة الحمراء. وفي هذه الأثناء وبالتالي الآن عيوش